السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة سعية فلوج. نتمنى تكونوا بخير ولا خير وتطير بكم تمام بخير ولا خير. اليوم ان شاء الله الخوت نوريكم الطريقة كيفاش كدريسي وفرخ كما كان يكون كبير ولا صغير او يكون ذكر ولا نتوى. طريقة سهلة. ثم الخوت دابا الفرخ اللي عندي هي انثى الجنس ديالها انثى راه ديجا معلمه عندي نعم دابا الخوت نوريكم الطريقه كيفاش تدريسيهم ان شاء الله. فالخوت كتشبرو الطوير الطوير اللي غادي تدريسيوه ومن الاحسن يكون الذكر باقي صغير كتشبرو الجناحين ديالو بحال هيدا بحال هيدا كتشبرو السته ديال الريشات وكتدورهم بلصق شويه دلصق بحال اللي عملو انا هاو وتاب جناح اخر هاهما صافي من بعد فاش كتسمن هاد المرحلة هادي كتبقى تخلي الطويرة أو الطوير فوق يديك لمدة طويلة باش الطوير يبقى يتيق فيك هادي هي أول حاجة وثاني حاجة يعني يبقى يتيق بيك وبقى بعد مرة تقد تحكلو فراسو شوية وقاسم لوني فيد بحال هكا بقا تعدلوا الخوت بحال هكا فيد يعني باش التعليم بقا يطلع لكم فوق يدكم هذا دابا الخوت كنحك له فراسو دابا ثم الخوت اللهم بارك وزد في ذلك